المميز وجود بركات. سوبر يسجل Yeah.
ولا الوكر هيتقدم وياكل خدها عمر وستوبر اللي بينط فوق ويسجل لكن طبعا كده مراقب وبياخد الكره بيسلم لخالد روي بيدي ستوبر باسكت سهل زي ما قلت لحضرتك خالص لكن ما جيش ستوبر ترانزيشن كان الوكر رجع خلاص جريبس ستوبر هيشوط ويسجل 20 ثانية والترانزيشن اهو والكرة مع ستوبر ويسجل ما يوفقش خالد بيجري في ترانزيشن اهو وفي ستوبر وبيسجل ويتعادل 23-19 والكرة مع خالد رايح ويسلم خالد راح خلص عند لك يا ابني تضيع الكرة من محمد هاشم لكن ستافروس لاعب رائع لاعب كبير ومن جديد يعود العربي الاهلي عن طريق هذا اللاعب صانع الالعاب للاهلي ستوفر هو ده ستوفر رجعت له الذاكرة